تحت عنوان كويت الجديدة عقد مؤتمر في غرفة التجارة والصناعة في باريس بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الوكالة خالد الرضان ومدير عام غرفة التجارة والصناعة في باريس السيد إتيان جيو من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية ما بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية. هي مسبب الزيارة طبعا هناك دعوة من غرفة التجارة والصناعة باريس للالتقاء بعدد من الشركات وبحث التبادل التجاري والاستثماري ما بين الكويت وفرنسا. أكيد تظل فرنسا من الدول الكبيرة اقتصاديا متطورة في كثير من المجالات الاستثمارية والتكنولوجية والصناعية وغيرها. ونحن أمان في الأمس كنا بتركيا وقبلها كنا بالصين واليوم في فرنسا ونجوب العالم للمحاولة جذب هذه الاستثمارات المختلفة لاستيطانها بالكويت لتوظف أبنائنا توطد هذه الاستثمارات وأيضا يعني تعزز مكانة الكويت الاقتصادية الخارجية. بلا شك اليوم راح يكون لنا جلسات متعددة مع كثير من الشخصيات والشركات وغيرها لمحاولة جذبهم للاستثمار بالكويت وأيضا بحث السبل المشتركة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري ما بين الكويت وفرنسا. وقد تحدث معالي الوزير الرضان في افتتاح المؤتمر فقال أن العالم يعيش في حالة من الاضطراب الأمني حيث عانت فرنسا من أحداث إرهابية، لكنها لم تستطع النيل من إرادة الشعب الفرنسي للتاريخ الديمقراطي الحر العريق ولا من مؤسساته. ولقد ساهمت الشركات الفرنسية على مدى عقود بشكل فاعل في تعزيز مشاريع الطاقة الكهربائية في الكويت، إضافة إلى أعمال توريد معدات الطاقة الخاصة بالتحويلات الكهربائية وتركيبها والإشراف عليها، وكانت هذه المشاريع بمثابة ركيزة أساسية وقوة دافعة ومحرك لكافة القطاعات الخدماتية في دولة الكويت. L'objectif de la conférence c'est d'informer les entreprises françaises. الهدف من هذا المؤتمر هو إعادة إحياء الاستثمارات الفرنسية في الكويت من أجل متابعة التطور ما بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، كما نود أن نشارك في المعرض السنوي 2018 في الكويت من أجل اكتشاف فرص جديدة للتعاون، كما نود أن يكون هناك تواصل مستمر في جميع المجالات بين البلدين بما يخدم فرنسا والكويت. عن الاستثمارات الكويتية في فرنسا قال معالي الوزير الرضان أن الاستثمارات الكويتية وصلت عبر الصندوق السيادي الكويتي إلى نحو 6 مليارات دولار في نهاية العام 2016، كما تمتلك الكويت حصة من رأس مال بنك BNP باريبا ويستثمر صندوق التعاقد الرسمي الكويتي حوالي مليار دولار في فرنسا، كما تمتلك شركة نفط الكويت نسبة 3% من شركة سانوفي أفينيتش حوالي 4 مليارات دولار. أما في المجال العقاري فإن قيمة الاستثمارات الكويتية في فرنسا لا تقل عن ملياري يورو، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 21 مليار دولار حتى نهاية عام 2016. كانت معكم فرح الهاشم من تلفزيون دولة الكويت باريس.